كما نعلم جميعا هذه الفترة كتعرف تنامي جائحة خطيرة، وتفشي فيروس يعد من أخطر الفيروسات اللي شهد التاريخ، وهو فيروس كورونا كوفيد-19. كيصيب الإنسان وتحديدا الجهاز التنفسي اللي كيبدأ بإنفلونزا عادية إلى مضاعفات جد حرجة وخطيرة، وبالتالي مع غياب العلاج وضعف المناعة فراه قد يوصل حتى الموت. كأي منطقة في العالم تعتبر اليد واحدة والصرخة الواحدة من أنجح الطرق الاستباقية اللي من خلالها يمكن الحد من انتشار هذا الوباء، وحنا كأبناء منطقة مليب وعزة سبت أيطرحو والنواحي اللي كتعتبر بلدنا الأم وريحة مع مريخ طبالنا، بليدة كتوجد في الأطلس المتوسط، ناسها الكرم والضيافة والشهامة، بدورنا خوفنا عليها وعلى أموالها حرك فينا الصرخة اللي بغينا نوصلوا صداها لكل فرد فيها. السلام عليكم، هذا ميساج لكاع الناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو، ليك انت وليك انتي ولينا كاملين. ميساج لكاع الناس ديال القريه د مولاي بوهزه والنواحي ديالها. واش عرفتوا علاش؟ حيت كنبغيوها وكنبغيو ترابها وكنبغيو ناسها، صغارها وكبارها، جبالها وهضابها وربيعها وشتاها. هذا الميساج قاصح، ولكن تسمع اللي يبكي وما تسمعش اللي ضحكك، حيت من بعد لفات الفوز يضحك عليك. كنتمنى العقول الكبيره قبل الصغيره. عافاكم، راه الفيروس يقدر يقيس اي واحد فيه. للاسف يقدر يمسك، يمس باباك، يمس مامك، خوك، اختك، جدك، جدك، راه ما كيفرقش وما كيميزش. ناس عزاز تقد فقدهم الى قدر الله، الى ما فقتيش وما فيقتيش الناس اللي دايرين بيك. نرجاوكم خليه بعيد عليكم، خليه بعيد على الناس اللي عزيز عليكم. نجيب السلام اللي تعزم شدوا الدراري الصغار في بيوتكم، لعبوا معهم، راجعوا معهم، وصغروا عقولكم معهم. حاولوا تهرسوا البلاء بأي طريقة ممكن، حيت الجائحة الله يحفظ كتشلل المجتمع. تسدي الحبيب وتتبع هاد القرار، ماشي صعيبة إلا بقيتي بطل. عافاكم، الله يرحم لكم الوالدين، بقوا في ديوركم، قيوا نفسكم وحميوا عائلتكم والناس اللي عزاز عليكم، وما تنسوش راه الوقاية خير من العلاج. يلا كل واحد يسد عليه بابه وشراجمه وشدوا رجليكم واحد 15 يوم ولا غنعرف شنو غندير معاكم. ما نعاودش هضرتي، يلا